وي بالنسبه لبولك شوت تعرضت لالتواء كاع في الكاحل ديال القدم اليمنى و دونك فضلنا باش ما تفاقمش الاصابه باش يخرج من ارضيه الملعب وان شاء الله غدا نديروا له الفحوصات التكميليه باش نشوفوا مدى الخطوره ديال الالتواء ديال الكاحل. شكرا. خرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.